بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الجهاد والسير، وكان أولى الأبواب التي بوب لها الإمام البخاري رحمه الله وباب فضل الجهاد والسير. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل الجهاد والسير. وقول الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الحدود الطاعة. ثم ذكر رواية عن أبي عمرو الشيباني قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على ميقاتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدت لزادني. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، إذا استنفرتم فانفروا. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، ترى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ قال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. ثم ذكر آخر هذه الروايات تحت هذه الترجمة رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل يعدل الجهاد. قال: لا أجده. قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم لا تفطر وتصوم لا تفطر؟ قال: ومن يستطيع ذلك؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه: إن فرس المجاهد لا يستن في طوله فيكتب له حسنات. فبوب الإمام البخاري رحمه الله فضل الجهاد والسير، وبينا دايما نحن بنحتاج أن نستزيد من الكلام عن فضائل أي عمل من الأعمال، قلنا لأن ده بمثابة الحافز الذي يحرك الإنسان دوما على التزام تلك الطاعات، وعلى أيضا الاستمرارية والدوام، الاستمرارية والدوام. يبقى عشان أنا أدوم على عمل، أستمر على ذلك العمل، كلما اطلعنا على فضائل هذا العمل هنجد يبقى بيتحرك الإنسان إلى الاستمرارية والاستدامة على ذلك العمل بلا انقطاع، وكذلك بيبعد عنه النفور أو الكسل أو الخمول. قلنا النفس طبعا بتميل إلى الكسل وتميل إلى الخمول، تميل إلى الفطور، فيبقى ترى ما الذي يحرك النفس حتى لا تنقطع عن الطاعة؟ دايما كده تذكر ذلك الثواب أو النتائج قيام الإنسان بذلك العمل. افتتح الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة فضل الجهاد والسير بقول الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. المقابل، يبقى دايما كده أدي العوض، يبقى تقديم الإنسان لنفسه وماله، وألا ظن الإنسان بنفسه ولا ماله من أجل أن تكون كلمة الله العليا، يبقى المقابل قال الجنة. وطبعا سعي الإنسان دايما إلى الجنة والنجاة من النيران، فمن زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بأن له الجنة، يبقى ده المقابل، الثمرة، يبقى نتيجة بذل الإنسان لماله ونفسه اللي من أجل أن تكون كلمة الله العليا، المقابل كده الجنة. ودي طبعا البغية
التي يسعى الإنسان للوصول إليها، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، يبقى منهم اللي حيقتلوا، وكذلك يقتلون من كفر بالله سبحانه وتعالى. وعد عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهد من الله فاستبشروا بيعكم الذي بايعتم به، وذلك الفوز العظيم. بتأتي الآيات بعد كده، تائبون العابدون الحامدون السائحون. يبقى الآيات تكلم عن نوعية المؤمن اللي هو يتاجر مع ربي ويعقد هذه الصفقة، قلنا حتى يكون بيانا واضحا يعني أمام الجميع، يبقى أريد أن أعقد هذه الصفقة بيني وبين ربي، يبقى نقول على ذلك ينبغي أن تستوفي هذه الصفات التي تؤهلك لعقد هذه الصفقة بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. يبقى التربية، دائما هنجد التربية، المؤمن الذي يجاهد في سبيل الله لابد أن يربى على كتاب ربي سبحانه وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى استقامته والتزامه بطاعة الله سبحانه وتعالى. يبقى نقول يا ترى هل كل إنسان يستطيع أن يعقد هذه الصفقة؟ نقول الأمر أساسا يعني أمام الجميع، ولكن هناك شروط لكي نعقد هذه الصفقة أو تعقد هذه الصفقة بينك وبين ربك، هو أن تستوفي هذه الصفات في نفسك تؤهلك لعقد هذه الصفقة بينك وبين ربك، كما إحنا بنقرأ كده من قوله سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى آخر الآيات. يبقى مش كل مؤمن هيكتب له الفلاح والفوز والسعادة في الدارين إلا من فعل هذا الإيمان كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى، مش عبارة عن دراسة لأصول الإيمان وبالتالي وقف على ضوابط كل أصل من هذه الأصول بذلك هو من أصحاب العقيدة الصحيحة. لا، العقيدة بتحتاج إلى تفعيلها عن طريق العمل، يبقى بالتزام العمل والسلوك. يبقى دي العقيدة فعلا هتظهر إزاي؟ من خلال التزام واستقامة الإنسان على أمر ربي سبحانه وتعالى. يبقى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين عن اللغو معرضون إلى آخر الآيات. يبقى من كان يعني اشتمل على هذه الصفات وكان مستقيما على أمر ربي سبحانه وتعالى بدل المؤمن الذي يكتب له الفلاح. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. ولما بننظر كده ده بيتكلم على التفعيل الإيماني، على التفعيل الإيماني على أرض الواقع. يبقى على أرض الواقع ده التفعيل الإيماني، احنا رأينا إيمان هذا الإنسان من خلال الاستقامة على أمر الله، من خلال انضباط الأقوال والأفعال سواء كانت الظاهرة أو كانت الباطنة. يبقى هو ده أساساً هذا المطلوب من الإيمان. يبقى نقول مبادئ وقواعد كده بترسخ في النفس، ثم نرى أثر هذا الغرس أو الترسيخ عن طريق التزام السلوك لهذا الإنسان. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يبقى هو ده المؤمن الذي يبيع ويشتري مع ربه، ولكن كان محققا لهذه الصفات في نفسه، كما إحنا بنقرأ كده إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجهادوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. يعني يتكلم عن المؤمن أهو، إنما المؤمنون وفي الآخر كده أولئك هم الصادقون، يعني ده الذي صدق في إيمانه. رأينا صدق هذا الإنسان في إيمانه في سعيه الدائب للذب عند رب سبحانه وتعالى، ولا يظن لا بمال ولا بنفس من أجل أن تكون كلمة الله سبحانه وتعالى العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. ثم ذكر أولى تلك الروايات، رواية عن أبي عمرو الشيباني رحمه الله قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ احنا بينا قبل ذلك ان ده كان يعني منهج الصحابة دايما رضي الله عنهم، وحال الصحابة دايما انهم لا يسألون عن العمل، ولكن كانوا يسألون عن افضل صورة يتمم بها ذلك العمل او افضل صور الاعمال. يبقى كان يا ترى افضل عمل ممكن اتممه، طب افضل صورة لاتمام هذا العمل. ده كان الصحابة رضي الله عنهم، اصحاب امام عالية. يبقى اصحاب امام عالية يعني لا يكتفون بهذه الأعمال فقط، ولكن يريدون أن يتمموا العمل على أكمل وجه وإخراج العمل على أتم صورة. ده دايما كان حال الصحابة رضي الله عنهم. أي الصدقة أفضل؟ أي خصال الإسلام خير؟ نجد أسئلة كثيرة جدا طرحت عن طريق الصحابة رضي الله عنهم في سؤالهم عن أفضل الأعمال وأفضل صور نتمم بها أي عمل من هذه الأعمال. ولذلك بتيجي السنة وتقول
من توضأ فأحسن الوضوء. فأحسن الوضوء قلنا الآن ده يعني أمر يسعى للإنسان نخرج العمل في أتم وأكمل وأصح الصور ليبلوكم أيكم أحسن عملا. دايما بتحث الإنسان على إخراج العمل بأفضل في أفضل صورة وأتم هيئة. قال قلت رسول الله أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على ميقاتها. قلت ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدت لزادني، لو زود في الأسئلة ولزاده النبي صلى الله عليه وسلم بلا ملل. لما سأل أي العمل أفضل قال الصلاة على ميقاتها، على أساس أن دي أعمال العمل متكرر في اليوم والليلة، يعني هذا عمل متكرر في اليوم والليلة، يعني لا يحافظ على ذلك إلا المؤمن، وإلا قد يصاب الإنسان بفطور وبالتالي يقعد عن هذا العمل. يبقى الصلاة على ميقاتها على وقتها، يبقى هذا من أحب الأعمال وأفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى. يبقى أداء الصلاة في بداية التوقيت في الوقت الفاضل، يبقى المحافظة على الصلاة حيث ينادى بهن، وكذلك يبقى بيسعى لإتمام الصلاة في أفضل الأوقات، مش في وقتها بس، ده في أفضل الأوقات. يبقى الصلاة على ميقاتها أي في بداية التوقيت، هذا من أفضل الأعمال، والمداومة والمصابرة على ذلك أحب الأعمال الله أدومه، وإن قل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم علوه ديمة بيستمر، ما أنشأ طاعة إلا واستمر عليها ولم ينقطع عنها. يبقى الصلاة على ميقاتها، قلنا لأن الصلاة ده خير موضوع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الصلاة خير موضوع، خير موضوع، يعني دي علاقة بين العبد وبين ربي، بيناجي الرب سبحانه وتعالى، بيدعوه، بيقف بين يدي الملك الديان سبحانه وتعالى، أيضا بيقرأ يستذكر من آيات ربي سبحانه وتعالى اللي احنا نتحرك من خلالها، ولا حركة الإنسان لا نتحرك إلا من خلال النصوص، حركة الإنسان سكنات الإنسان بتبقى من خلال النصوص اللي احنا بنقرأها، يعني من كتاب الله عز وجل أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. يبقى إحسان الإنسان في العبادة، وبعد كده إحسان الإنسان الخلق، أول ما يبدأ بالوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وصي الإنسان بالوالدين إحسانا، نجد دائما الوصية بالوالدين، وعبدوا الله وشركوا شيئا وبالوالدين إحسانا، دائما كده الوصية بالوالدين، هي الوصية بحسن الخلق مع جميع الخلق، ولكن أول ما نبدأ أعلى المقامات هي مقام الوالدين، وبالتالي بر الوالدين، لا يدخل جنة عاق لوالديه كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه والوالدين إحسانا. يبقى بر الوالدين أحياء وأمواتا، أحياء ومرت علينا الروايات، يعني كيف يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل كده، هل يا ترى أمه ماتت هل يتصدق عنها؟ الصدقة دي تنفعها ولا لا؟ فعلى ذلك قال تصدق عن أمك، وإن لأن ده من بر الوالدين بعد موتهما، ومن بر الوالدين بعد موتهما قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، يعني ده مش من باب كده نقول النافلة، لا ده من باب الواجب على الإنسان أن يؤدي ذلك الجميل الذي في عنقه لوالديه. أقل ما فيها هو أن يستمر ويستديم في مسألة الدعاء لوالديه، مسألة الدعاء أحياء كان أو أموات، يعني لو كانوا أحياء أو أموات أقل ما نفعل كده أن احنا ندعو، يعني ندعو الوالدين بالرحمة والمغفرة وأن الله تعالى تجاوز عنهما، يبقى ده بر الوالدين، هذا حق للوالدين، ده حق أساسا، يعني عشان الإنسان بيعملوا كده من باب نقول أن ده التطوع أو جميلة في للوالدين، لا ده هو من باب رد الجميل الذي الوالدين، أقول رب ارحمهما كما رباني صغيرا، بذكرك يعني عشان ما نقولش الله الواحد يشعر في نفسه كده أنه يعني بيؤدي أكثر من الحق الذي لهما، لا كما رباني صغيرا، افتكر دايما كده، افتكر هذا الفضل الذي والدين عليك حتى تؤدي بهمة ونشاط. فبر والدين، قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو زدت لزادني. وفي روايات أخرى طبعا لما طرح أيضا هذا السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، قال جهاد، قال
الإيمان بالله ورسوله. قال ثم أي؟ قال جهادوا في سبيل الله. قال ثم أي؟ قال أبر ولداء وحج مبرور، يعني ورد إجابات كثيرة. فجهاد في سبيل الله يبقى من أجل أن تكون كلمة الله سبحانه وتعالى هي العليا. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. يبقى لا هجرة بعد الفتح أي لا هجرة بعد فتح مكة. مكة بفتحها يبقى هذه بلدة إسلامية تظل كذلك إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة إلى المدينة. وأن الآن ده كان على الوجوب لمن أسلم قبل فتح مكة، كانت الهجرة على الوجوب. يبقى وبالتالي بعد ذلك تم فتح مكة، يبقى الهجرة المدينة نقول لا، ولكن الهجرة ما زالت أيضا قائمة، أن تهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، أن تهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، ولكن جهاد ونية. يبقى الجهاد لا ينقطع، يمكن الهجرة انقطعت لكن مش الهجرة مقصودة انقطعت تماما، ولكن انقطع. يبقى مكة تحولت بلدة إسلامية بفتحها، ولا هجرة بعد ذلك في المدينة، لأن يعني دي كانت الهجرة واجبة يعني في أيام النبي صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة. يبقى ولا هجرة بعد الفتح، أي بعد فتح مكة مفيش هجرة للمدينة، ولكن جهاد ونية، لكن الجهاد ما زال قائما، ونية طبعا إتمام ذلك العمل، والنية أن تكون كلمة الله سبحانه وتعالى العليا. يا ترى لماذا تجاهد؟ يعني لماذا تجاهد؟ يبقى لكي تكون كلمة الله العليا. والله أعلم بمن يجاهد في سبيله. يبقى نقول ده أمر محتاج إلى عمل قلب إخلاص، تجريد العمل ده لله سبحانه وتعالى، ولا يعلم ذلك إلا الرب سبحانه وتعالى. عشان كده هتأتي بعد كده الروايات تبين، والله أعلم سبحانه وتعالى من يجاهد في سبيله، من يكلم في سبيله. يبقى ده احنا نقول ده يجاهد في سبيل الله، لكن هو في سبيل الله ام لا، يتوقف على القلب، على عمل القلب، ولا يطلع على ذلك الا رب المعبود سبحانه وتعالى. عشان كده دايما احنا بنؤكد على ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن اول ثلاثة تصعر بهم النار: عالم ومتصدق وشهيد. دايما كده عالم ومتصدق وشهيد، اول ما يقضى بالعباد هيقضى بين هؤلاء. يبقى ده عالم متصدق وشهيد، ده قتل في سبيل الله، وكنا نغبطه انه قتل في سبيل الله وكان يدافع دفاعا يعني كبيرا وقويا من اجل الذب عند رب سبحانه وتعالى. هذا فيما يبدو لنا، هذا فيما يبدو لنا، انسان مليء يتصدق لا يجد ابدا يعني سبيل من سبل الخير الا وضع فيه اموال طائله، فاحنا نغبط هذا الانسان. ولكن ترى هذا لنفسي رياء سمعه، رياء وسمعه، ولا ترى لله سبحانه وتعالى؟ لا يعلم ذلك الرب سبحانه وتعالى، وده عالمه. يبقى امضى الساعات الطويله وفي يعني القراءه والاطلاع والتعليم، لكن يا ترى ده كان في سبيل الله ام لا؟ لا يعلم ذلك الا الرب المعبود سبحانه وتعالى. يبقى ده في العمل القلبي ده هو الذي على اساسه. يبقى العمل في الظاهر كده عمل صالح، هذا فيما يبدو لنا، لكن عند ربك سبحانه وتعالى هو عمل صالح ولا هو عمل طالح؟ ده عمل طالح اهو يعذب بسببه، يعني مش هنقوله فين المعصيه، ده فين المعصيه؟ ده امضى الوقت في القراءه والاطلاع والتعليم، طب فين المعصيه؟ مجرد ان هو ده عمل لله، يبقى كانت الوجه لغير الله هيعذب بسبب ذلك العمل، يعذب بذلك بسبب ذلك العمل. النيه. يبقى عشان كده دايما الواحد يعني يراعي ويصون هذه النيه ويجدد النية ويطهر أيضا النية من أي شائبة، يطهر القلب كده من أي شائبة تعوق الإنسان في سيره إلى رب سبحانه وتعالى، أو أن هي من الممكن أن تكون قادح في ذلك العمل. يبقى العمل في الظاهر كده يعني صحيح ونغبط الإنسان على إتمام لذلك العمل، لكن هو ده مقبول عند الله عز وجل أم لا؟ العبرة كده. وبالتالي كل عمل يفتقر إلى النية. يبقى عمل القلب هو الذي يبين يا ترى ده لله او لغير الله، ولا يطلع على ذلك الا الرب المعبود سبحانه وتعالى. واذا استنفرتم فانفروا، اي اذا طلب منكم الامام يبقى النفره فلتنفروا، يبقى تقوموا لتجاهدوا مع الامام في سبيل الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر ايضا عن عائشه رضي الله عنها قالت يا رسول الله ترى الجهاد افضل العمل، هذا من افضل الاعمال، من افضل الاعمال البدنيه والجهاد. يبقى ده من افضل الاعمال البدنيه هو الجهاد. لذلك عائشه رضي الله عنها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم
ترى الجهاد أفضل للعمل، أفلا نجاهد؟ يعني كامرأة، طب لماذا تحرم أن هذا العمل ودي من أفضل الأعمال البدنية والجهاد؟ قال لكنا أفضل الجهاد حج مبرور. طيب لكنا أفضل الجهاد حج مبرور، ده جهاد المرأة وأيضا رجل الكبير، يعني ده جهاد المرأة ورجل الكبير اللي هو الحج المبرور، يبقى الحج الذي لا يخالطه إثم، يبقى حج كده مصفى، يبقى بيحج وما فيش إثم أساسا، لا جدال ولا فسق ولا أي نوع من أنواع يعني المخالفات سواء كانت القولية والفعلية، حج خالص تماما تماما، مجتهد هذا الإنسان أن يخرج هذا الحج بهذه الصورة. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المسألة محتاجة أيضا إلى جهاد النفس، جهاد قلنا عشان نخلص العمل ده لكي يكون لله سبحانه وتعالى دون أن تطرع أي شائبة قادحة في ذلك العمل. يبقى الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ومن حج فلم يرفث ولم يفسق عاد كأن ولدته أمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك فعلا محتاج إلى جهاد، يجاهد الإنسان نفسه، يبقى عن الجدال أو الرفث أو الفسوق أو أي صورة من هذه الصور، يبقى حتى يخرج الحج كده يعني خالص لله سبحانه وتعالى دون أن تعلق به شائبة. ثم ذكر آخر هذه الروايات رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل يعدل الجهاد، قال لا أجده، يعني إيه العمل الموازي له مقابل ليه كده موازي هيوازي ويماثل ويساوي الجهاد، قال لا أجده. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ يبقى صيام بالنهار وقيام بالليل بأكمله، ده لغاية إمتى؟ حتى يرجع المجاهد، يبقى حتى يرجع المجاهد، يبقى قاعد نقول يعني أيام أسابيع شهور، يبقى المطلوب كده العمل الوزيء تجي أنت تدخل إلى المسجد وتقوم الليل بأكمله تصوم النهار يوميا حتى يرجع ذلك المجاهد. قال ومن يستطيع ذلك؟ أمر يعني شاق جدا. فقال أبو هريرة رضي الله عنه إن فرس المجاهد لا يستن في طوله فيكتب له حسنات، يتكلم حتى الحبل اللي هو بيربط به الفرس كده ويترك له عنه حتى يعني يسير في الأرض يمرح كده بنشاط ويأتي الماء يشرب لغير ذلك، ده بيكتب له به الحسنات، يعني حتى روث الفرس ده لو ربط في سبيل الله أيضا بيكتب كحسنات في ميزان ذلك المجاهد. قال إن الفرس المجاهد لا يستن في طوله فيكتب له حسنات، يعني نجد إن هو أكله شربه يعني إخراجه نشاطه ذهابه وإيابه كل ده بيكتب في ميزان الحسنات بالنسبة لذلك المجاهد. يعني مش نتكلم على الجهاز فقط، ده نتكلم على الفرس بتاع المجاهد، فرس المجاهد كل أعماله كده أكله شربه يبقى في مرح ونشاطه في إقبال وإدباره حتى الروث كل ده يكتب في كحسنات في ميزان المجاهد. الشاهد من ذلك أن هذا الرجل لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال دلنا على العمل يعدل الجهاد، قال لا أجده. عشان كده الجهاد في سبيل الله أفضل الأعمال، وإن قال له مثل له هذا الأمر تستطيع أنك أنت تقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر، قال ومن يستطيع ذلك، فيها مشقة شديدة. فالجهاد لا يعدله عمل، يعدله عمل. لذلك الصحابة رضي الله عنهم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العام الصالح فيها أحب الله من هذه الأيام، أيام العشر كده، قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله، ليه؟ ده مستقر عندهم، يعني ليه سألوا السؤال ده؟ ما قالوش طب يعني نقولوا مثلا أي عمل من الأعمال، ليه اختاروا الجهاد في سبيل الله؟ لأنه لا يعدله عمل. يبقى سؤال الصحابة ده رضي الله عنهم يعني دايما احنا الرواية بتمر علينا كده، لكن ليه السؤال دوت؟ ليه سألوا عن هذا؟ لأن الجهاد مستقر في أنفسهم، هذا من أفضل الأعمال، يعني كما هي قالت عائشة رضي الله عنها ترى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ يعني قالت ده أفضل العمل. وهنا أيضا في هذه الرواية مفيش عمل يعدل الجهاد، ولذلك لما قال النبي
صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب الله من هذه الأيام. الصحابة قالت ولا الجهاد في سبيل الله، قال الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فما رجع من ذلك بشيء إلا الصورة دي التي استثناها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ليه الصحابة سألت؟ لأن مستقر في أنفسهم كده وتعلموا النصوص أن الجهاد لا يعدله عمل، عشان كده كان السؤال والطرح. قالوا الجهاد في سبيل الله ما اختارش أي عمل آخر، ليه؟ لأن هذا من أفضل أعمال البدن، وبالتالي كان ده سؤال الصحابة رضي الله عنهم. لكن ده أيضا ما من أيام العمل الصالح حبوا فيه الله من هذه الأيام هي الأيام العشر، حتى جهاد في سبيل الله إلى صورة استثناء النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده خصوصية بس لهذه الأيام، خصوصية لهذه الأيام. وأيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وارفع في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الورق والذهب، خير لكم أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم وتضربوا أعناقكم. قالوا بلى رسول، قال ذكر الله، قال ذكر الله. ما هو الجهاد أساسا قائم لذكر الله سبحانه وتعالى، للدعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى. هو ليه جهاد أساسا؟ يعني جهاد الابتداء وطلب، يبقى طلب الكافر في عقر داري. طب ليه يا ترى؟ عشان أساسا ندعو إلى دين الله عز وجل لكي تكون كلمة الله عليا. يبقى الجهاد أساسا لكي تكون كلمة الله عليا حتى يذكر سبحانه وتعالى. فلذلك ذكر الله وأعلى المقامات، أعلى المقامات، خير من إنفاق الورق والذهب، خير من أن تلقى عدوكم وتضربوا أعناقهم وتضربوا أعناقهم. يبقى كل ده ذكر الله، أن ده الغرض. وبالتالي الجهاد في سبيل الله لأجل أن تكون كلمة الله عليا. يبقى نقول لما يعني دول انحرفوا عن ذكرهم ربهم سبحانه وتعالى بالشركة وغير ذلك، يبقى المطلوب فعلا هو إقامة هذا الأمر. يبقى الجهاد من أجل حماية الدعوة، من أجل حماية الدعوة. الدعوة دائما بتحتاج إلى قوة تقوم بحمايتها حتى نوصل هذا الحق إلى الناس، وإزالة أي عائق بيمنع وصول هذا الحق إلى الناس. فكان جهاد الابتداء والطلب، يبقى جهاد الابتداء والطلب ده مش عبارة عن اعتداء، ولكن هذا حق الرب سبحانه وتعالى، وأنت كمسلم مطالب بهذا الأمر، مطالب بهذا الأمر. يبقى جهاد الابتداء والطلب ده من أجل إيه؟ من أجل أن تكون كلمة الله عليا. كده دايما إحنا بنقرأ في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على سرية أو غازية فعلى ذلك يأمره بتقوى الله عز وجل في نفسه وفي بمن معه ومن معه من المسلمين، ثم بيأمره كده أنه هو لا يبدأ القوم بقتال حتى يدعوهم إلى إحدى ثلاث خصال. أول حاجة يدعوهم إلى الإسلام لأن ده الغرض. طب إن أسلموا يبقى في إخوانكم في الدين، خلاص يبقى لهم ما لنا عليهم علينا. يبقى ده كان الغرض، ما كانش الغرض لا هو أساس احتلال البلدان ولا مصادرة الخيرات، لا، ولكن ده من أجل مشروعية جهاد الابتداء والطلب، وأن حتى لا يعبد إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. وأي مانع أو حاجز يمنع وصول هذا الحق إلى الناس يبقى لابد من إزالته، ولا يزال إلا عن طريق القوة، فيزال حتى يمكن الداعي من توصيل هذه الدعوة وتبليغ الرسالة إلى الناس. فقال إن فرس المجاهد يستن في طولي فيكتب له حسنة. ثم ذكر الباب التالي، باب أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. أفضل الناس، يبقى أفضل الأعمال جاءت في سبيل الله، وأفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. أخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. دائما البشرى بتكون للمؤمن، قلنا المؤمن حريص جدا على فعل القربات والطاعات التي تقربه الرب سبحانه وتعالى، حريص لكي يصل إلى رضا الرب المعبود سبحانه وتعالى، وبالتالي حتى لو كان المقابل هو بذل النفس والمال لا يظن بذلك، لا يظن، ولأنه هو ليه بغية، بغية دي بيصل إليها إزاي؟ يبقى عن طريق، يبقى نقول بذل النفس والمال في سبيل أن تكون كانت وضع عليا والمقابل فيها الجنة، إن الله اشترى من أنفسهم وأولهم بأن لهم الجنة،
وكما ايوه في الايه يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره، يبقى دي صفقه تجاريه، صفقه، لان الصفقه الغرض منها العوض دايما ربحيه، يبقى نقول دي صفقه، عقد فلان صفقه مع فلان، ايه الغرض منها؟ الربحيه، العوض، فين العوض؟ عشان كده عقود البيوع دي كلها مبنيه على العوض، يبقى بيبيع سلعه مقابل ان هو ايه مكسب بيكسبه من بيع هذه السلعه، سواء في تحويلها الى مال او غير ذلك، المهم الغرض منها العوض، غرض منها العوض، فدي تجاره ايضا، صفقه تجاريه. يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم، بس التجاره دي يبقى ايه؟ ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم ولهم بان لهم الجنه. هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم، نعمل ايه؟ واحنا بنسعى كده للنجاه من النيران والفوز بالجنان. طب الطريق ازاي؟ او هذا هو الطريق كما بين ربنا سبحانه وتعالى وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم. دايما كده الايمان لازم يفعل، فيش ابدا عقيده عقيمه، عقيده غير منتجه دي مش موجوده، العقيده منتجه لسلوك منضبط، منها هذا البذل والتضحيه، بذل والتضحيه، يبقى دي الايمان اللي بيفعل كده. ذلك الإمام البخاري رحمه الله قال باب أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسي ومالي في سبيل الله، هو اللي بيحركك لكده الإيمان دايما، حركنا هذا الأمر هو الإيمان، يعني كما مر علينا في قصة أبي طلحة رضي الله عنه، إيه اللي خلاه يعني يقوم بالتصدق بأحب الأموال إليه؟ هو الآية. طب هو اتحرك إليها إزاي؟ الإيمان هو المحرك، بس هو الإيمان، يبقى هو صدق الإيمان وكذلك أيضا رؤية هذا الوعد الذي وعد به ربنا سبحانه وتعالى، وعد بالجنة والنجاة من النيران، وهو بيسعى لكده، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، مش هتنال المنزلة ولا المقام العالي عند ربك سبحانه وتعالى إلا بالبذل. هو لم يفكر، يعني لابد إن احنا أنا أفكر هو إزاي لم يفكر مع إن ده أحب المال إليه، يعني خرج كده بسهولة، خرج بسهولة، طب إيه اللي أخرجه بسهولة كده؟ لازم يبقى فيه يعني حاجة حركته، إيه اللي حركه لكده؟ هو الإيمان فعلا، الرؤية، الرؤية صحيحة، الرؤية واضحة، يعني رؤية واضحة، هم رأوا الجنة والنار عيانا كده، رأي عين، خلال يعني ما قال وصف ربنا سبحانه وتعالى، وبالتالي طب السبيل إليها إزاي؟ فلما وقفوا على السبيل خلاص لم يترددوا، لم يترددوا، يعني ما لقيناش الصحابة بتتردد، ده أحب الأموال يخرج أحب له، الكلام ده مش في أبي طلحة رضي الله عنه فقط، ولكن بينا أبي عمر وغير عمر رضي الله عن الصحابة أجمعين، كلهم أساسا بغيتهم هو كيف أصل إلى رضا ربي سبحانه، كيف أرضى عني ربي سبحانه وتعالى، كيف رضي، عشان كده رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، يبقى هم أرادوا عن ربهم. شفنا الكلام ده فين؟ في استقامتهم على أمر الله، مفيش أمر أساسا يترددون فيه، فالمقابل رضي الله عنهم، يعني رضي الله عنهم، ذلك لمن خشي ربه. قال يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله، إيمان تصحيحه، وبعد كده احنا دايما الإيمان هو الركيزة التي ننطلق من خلالها، دايما الانطلاق يعني دايما لأي عمل، أي عمل معنا الصالحة لازم يكون انطلاقه من الركيزة الإيمانية، من عمل صالحة من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، يبقى الإيمان ده هو اللي احنا لازم نهتم بيه اهتمام بالغ، وأشوف أنا الإيمان ده هو يتحرك كده، بعث الإيمان يتحرك في القلب، وأشوف بقى نتاج تحرك الإيمان ده يعني عن طريق انضباط السلوكيات، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، يبقى دايما هنجد آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل تبين لما تيجي تتكلم عن أعماله الصالحة تبين الانطلاق ليه هيكون من هذه الركيزة الإيمانية. فلذلك أول حاجة الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم، والمقابل كده هشوف بقى يعني صحة هذا الإيمان والغرس الإيماني، يبقى تجاهدون بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، وبرضك عشان الإنسان كده يتحرك نحو هذا الأمر ذكر هذه الثمار والنتائج، يبقى نتائج استقامة الإنسان على الإيمان والبذل والتضحية بالمال والنفس، المقابل بتاعها ايه؟ قلنا لأن ده يسهل للإنسان القيام بذلك الأمر. قال ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، هو الخير ده، الخير في هنا، الخير في استقامة الإنسان والتزام الإنسان
فهم ربي سبحانه وتعالى يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يبشر المؤمن بهذه العطايا. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا أموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. يبقى مش عبارة بقى عن نطق بالشهادتين فقط ودون أن يكون لها يعني أثر ملموس كده على أرض الواقع. لدى النطق شهادتين ويلزم الإنسان استقامة على أمر ربي سبحانه وتعالى. استقامة على أمر ربي قلنا خاصا بين البذل والتضحية والعطاء في ذب الإنسان عند ربي سبحانه وتعالى وإذاعة ونشرة ذلك العلم. ثم ذكر رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قيل رسول الله أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قالوا ثم من؟ قال مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره. ثم ذكر أيضا رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله. يعني يبقى كل من قتل عرض معركة نقول عنه شهيد، لكن هو شهيد عند ربي ولا لا؟ هو شهيد ولا لا؟ يبقى الله سبحانه وتعالى أعلم. يعني لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقاتل كذا ويقاتل كذا فأي ذلك سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كانت الله العليا فهو سبيل الله. وبالتالي والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله. في جزء كده أمر قلبي ليس لنا اطلاع عليه، ليس لنا اطلاع، فلذلك قال والله أعلم بمن يجاهد في سبيله. قال مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم بدا حاله وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة. توكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة. أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. ذلك يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب الله من هذه الأيام أيام العشر الأوائل. قالوا الجاهد في سبيل الرسول قالوا الجاهد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فما يرجع من ذلك بشيء. خرج بنفسه وماله دي هي الصورة المستثناة. وهنا أيضا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم مسؤول أي الناس أفضل؟ قال مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. دي أفضل صورة، هذه أفضل صورة. قالوا ثم من؟ قال مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله أدع الناس من شره. ده طبعا في زمن الفتنة، يبقى في زمن الفتنة ولما تشتد الفتنة يبقى يعتزل ويرعى الغنم كده في يعني أعالي الجبال أو الأودية البعيدة حتى لا يخالط الناس ويدع الناس من شره. يبقى ما يكونش هو مسار فتنة بالنسبة للناس. وكذلك بينأى الإنسان عن نفسه في الفتن. بس دي أفضل صورة، مؤمن يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى بنفسه وماله. الصورة الثانية قال مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره. قلنا ده في زمن الفتنة. يبقى ده أفضل الناس، أكمل الناس إيمانا، هذا هو أكمل الناس إيمانا اللي هو مؤمن و لم ينشغل بنفسه ولكن منشغل بالدعوة لدين الله ومنشغل أيضا بالذب عند ربي ونصرة الدين وإذاعة ذلك الدين. في المقابل هو يقوم ببذل النفس والمال. يبقى بذل النفس والناس رخيص، المال والنفس رخيصة يعني في مقابل هذا العطاء من الله سبحانه وتعالى. وهذه النتيجة التي يصل إلى الإنسان ألا وهي الجنة وكذلك النجاة من النيران. أيضا هذه الرواية الثانية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم. يبقى المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم. احنا مرت علينا رواية دلني على عمل يعدل الجهاد قال أجد ثم قال له يعني هل تستطيع أن خرج المجاهد في سبيل الله تدخل إلى مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر. يبقى هي الرواية هنا مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم متلبس بالعبادة دوما يعني ما ينفكش عنها. بس والله أعلم بمن يجاهد في سبيله. يعني الأمر القلبي ده نقول يعني هو الذي على أساسه
إما يرد العمل أو يقبل العمل. يبقى على الأمر القلبي ده الكلام ده الأول، العمل صحيح صحيح، يبقى لما بنزل العمل بنزل على منهج النبوة، هذا عمل فيما يبدو لنا صحيح تماما ليس به شائبة، ليس به شائبة. لكن طب العمل بقى عند الله جل ده مقبول ولا لا؟ ده يتوقف على عمل القلب، وعمل القلب لا يعلمه إلا رب المعبود سبحانه وتعالى. عشان كده الإنسان قبل ما يقدم على عمل لازم أتأكد أنا من نواياي، أتأكد كده إن ده عمل فعلا أنا بفعله خالص لله سبحانه وتعالى. لما أنا أجي ببتسم في وجهك كده فعلا خالص لله سبحانه وتعالى، يعني ما فيش مرامي تانية، يعني مش بعمل دي عشان أنا إيه برضك يعني ممكن يكون لي عوز عنده في يوم ما، خالصة تماما لله. بتزور فلان ده خالصة تماما لله، لا عشان مثلا هطعم من طعامي ولا أشرب من شرابي ولا غير ذلك، يعني خالصة تماما لله سبحانه وتعالى خالصة. يعني شوف تخيل بقى انت بتزور انسان لله سبحانه وتعالى، قدم لنا ماء او لم يقدم لنا ماء، تتساوى تماما تماما، لا تجد في نفسك، لا تجد في نفسك. فلازم العمل يكون انا اطمئن كده انه خالص لله سبحانه وتعالى. عشان كده دايما النبي صلى الله عليه وسلم قال الا ان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله، اذا فسدت هذا الجسد كله ألا والقلب. يعني لازم أنا القلب أتعهده دايما، أتعهد القلب زي ما بتعهد الإنسان الثوب كده، وعليه حاجة بيزيلها حتى يظل إيه يعني نقيا كده أبيضا. نفس القضية دايما أنا نظري كده على القلب، قلبك أمامك كده وتنظره دايما، أي شيء علق به يعني على الفور، لا تنتظر، لا تنتظر على الفور يتم تنقية القلب من أي شيء من شوية، لأن هتعوق سير الإنسان، وكذلك ممكن تكون قادحة في ذلك العمل. يبقى إزاي أنا أجرد العمل لله؟ مسألة محتاجة إلى مجاهدة وتطهير القلب دائما من أي شائبة، وفعلا مجاهدة النفس حتى يكون هذا العمل خالص فعلا لله، خالص تماما. وأن حتى لو أنت تبسمك وجهك صدقة، بس الكلام ده ما تكون بتعملها لله مش من أجل كده يعني حتى يظهر بمظهر طيب وغير ذلك، لا هي لله فعلا، يعني امتثالا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أنا برجو أجر والثواب من الله عز وجل، يبقى بفعل دي إيمانا واحتسابا، بتزور فلان ده في الله إيمانا واحتسابا، يبقى بتتصدق إيمانا واحتسابا، كلها كده احتساب الأجر والثواب من الله. ده يتطلب تجريد العمل تماما، إخلاصه لله سبحانه وتعالى، إخلاصه. وده مش هيتم إلا لما أنا أتعهد القلب، أشوف موقع بقى أو قلبي كيف أجده لما أنا بتسم في وجهك، كيف أجده لما أقوم بزيارة فلان، كيف أجده لما أعين فلان على مسألة ما، كيف تجد القلب، كيف تجده؟ لا بد أن أنا تعاد، لأن العمل ده مش هيرتب عليه الثواب إلا ما يكون هذا العمل خالص لله سبحانه وتعالى. مش صحيح بس، صحيح نمرة واحد، الأمر الثاني بقى أن يكون فعلا خالص لله سبحانه وتعالى. لذلك قال والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، وتوكل الله المجاهد في سبيله أن يتوفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر وغنيمة. نرجع عن كلام بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة، كتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.